عقد مجلس النواب جلسته الثانية من دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي السادس برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس المجلس. هذا وتم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية 2021 ميلادية وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 ميلادية وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021 ميلادية التي أحيلت مع التقرير إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية. كما تم إخطار المجلس بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية 2021 ميلادية بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي أحيلت مع التقرير إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية. هذا وقد تمت الموافقة من قبل المجلس على قوائم الترشيح النواب لعضوية لجان المجلس، كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات 2023-2026، وقد تم عرض قائمة بأسماء النواب لعضوية لجنة برنامج الحكومة وإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. سعيدين جدا بلقاء سمو الأمير سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وكذلك نائب رئيس مجلس الوزراء ما تفضل فيه في قاعة مجلس النواب اليوم وطرح الأهداف العشرة المهمة في برنامج عمل الحكومة، وإن شاء الله يكون في تعاون مثمر بين كأعضاء لجنة الخدمات وكل هاي الأعضاء إن شاء الله راح يكونون يدا بيد بيد السلطة التنفيذية للتعاون المثمر لإنجاح برنامج عمل الحكومة لما يصب في مصلحة المواطن البحريني. هذا البرنامج اللي راح يكون يضع خارطة الطريق للعمل والتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية للأربع سنوات القادمة، راح نركز احنا ان شاء الله كمجلس نواب اهتمامنا للمواطن اولا، المواطن نلبي احتياجاته، نحافظ على مكتسبات المواطن، ونحاول نقدم للمواطن اشياء ترفع من مستوى المعيشي للمواطن، بالاضافه للاشياء الخدماتيه والحفاظ على البيئه، لان في برنامج عمل الحكومه في اكثر من محور، وان شاء الله راح يتم مناقشتها من قبل اصحاب السعاده النواب وتقديمها للحكومه ان شاء الله. في الجلسه ناقشنا عن أعضاء اللجنة اللي سوف يناقشون برنامج الحكومة ولله الحمد صار في توافق أن كل لجنة يأخذون رؤساء اللجان معهم اثنين من كل لجنة وإن شاء الله يعني بتمنى أن يكون في هناك تعاون بين كل الأعضاء أعضاء اللجنة اللي هي سوف تحدد من معالي الرئيس اللي هي سوف تناقش برنامج الحكومة وان شاء الله خلال هال يعني الشهر هالي بيه بنكون احنا ان شاء الله قد يعني درسنا الاليات ومرئيات في برنامج الحكومه.